شيء في توبكس حضرتك هنجمعها مع بعض في تصور ال 95 نمره هنخلي 45 نمره ده في الامتحان الفاينل الجزء العملي الفاينل و 50 نمره في الديوتيز اللي حضرتك هتكلف بيها. ايه الديوتيز دي؟ انا عملت 20 توبك 20 عنوان وناخد فلسفه كلمه ميديكال ترمينولوجي ان براكتيكال ابلكيشن اوف ايديولوجي ميديكال ترمينولوجي ان براكتيكال. ركز الموضوع جد خطير ركز معايا ميديكال ترمينولوجي ابلكيشن. هنصوره ولا نكتب بيها؟ اكتب العنوان اوف ريديولوجي ونفهم فلسفه المصطلح الاجانب تناولوا هذا المصطلح ده من ازاي؟ تناولوه ازاي؟ الزماله المصريه نقلت منهم ايه؟ ميديكال ترمينولوجي مصطلحات طبيه ترجمه ان براكتيكال ابلكيشن في الاستخدام الاكلينيكي او العملي للراديولوجي لعلم الاشعه. بص للعيون كده بعمق تصور اللي انا تصورته وتوقع اللي هيكون ايه. ميديكال ترمينولوجي مصطلحات طبيه في الاستخدام التطبيقي لعلم الاشعه. يعني كل المصطلحات اللي هتواجه وانت بتشتغل في هذا المجال بمعنى هتلاقي في ماشينز هتلاقي في بروتكشن هتحمي نفسك ازاي؟ ايه المصطلحات اللي هتيجي فيه تحت ايتم بروتكشن؟ الحمايه من الاشعاع او الاشعه. فيه الايمج والبيم الاشعاعي. فيه الانسترومنت. الات هتستخدمها. الله ده فيه اكويبمنتس. ده في تحضير عيان بيشنت كير. هتجهز العيان ازاي؟ مش كده؟ الله ده في باثولوجي امراض مصطلحات سيادتك هتعلق عليها في الاشعه. في باثولوجي راديولوجيكال باثولوجي أمراض العظام في البونز. عملت أشعة على العظام ولقيت حاجات هتكتب تعلق عليها تقول إيه؟ أنا ما خدتش المصطلح اللي يؤهلني أعلق على الجزئية دي ولا نغذيك بهذه المصطلحات في حياتك تكملة للي عملناه. وجات الفرصة بقى إن إحنا نخش على الباثولوجي الحتة الباثولوجية بتاعت التشريح الطبيعي. باثولوجي ريديولوجيكال باثولوجي في البونز في الشيست. لو لقيت برونكيتيسيس لقيت بلورا افيوجن لقيت الكلام اللي هتكتبه بنعرف المصطلحات بتاعتها اللي انت تتوقعها في هذه الجزئيه. عشان لو جالك بلورا افيوجن دي مصطلحات ادوات في ايدك هتحطها في الريبورت بتاعك فلازم مفيش وقت. ازاي ده؟ دي حياتك ومستقبلك يا زلمه. انا هريح انا اصل لازم هتاخدها وهقول لك تعمل ايه؟ الله باقل مجهود
عشان تحصل على الدرجات بتاخدها بايه؟ بجداره وكرامه. انا هعمل 20 توبك وحضراتكم هتتوزع عليكم التوبكس. مطلوب منك بعد ما تخلص الاي 6 وتخلص او يمكن ابداه على طول. خش على النت هدي لك الكي وورد. افهم يا جماعه هتفضل طول عمرك تشتغل ابحاث. احنا عملنا 1000 بحث. والله اسمع الكلام مستد ان تعمل بحثين وهتشتغل وتتقمعر وتعمل يافطه ومركز الدكتور فلان الفلان عشان تتقمعر تدفع خش انتي وورد يجي لك المواضيع طلع المصطلح كل المصطلحات خط الله بس بالانجليزي يا جدع اسمع كارديو ميجالي مثلا كلمه كارديو ميجالي اسبلينو ميجالي مثلا اسمع بس الكلام خلينا اقسمها لك عشان اسلحك تاخد المصطلحات عندك وتعينها في البنك بتاعك زي ما سلحتك تشريعيا تشريعيا اسلحك ترمينولوجي قاموسك انت الخاص بعد ما نعمل ده ونجمعه كلنا نجمعه يبقى ده ارشيف عندك سيست كلمه سيست تكتب سيست دي امتى؟ وبيك على البون وبيك شادو لازم تكون عارف ترمينولوجي حاجه والترمينولوجي في البراكتيكال ابلكيشن حاجه تانية خالص عشان كده عملوها 95 نمره. هوزع البيوتيز وهبت تحب ابدا مع السبوره ولا تصوروها مع مودي او مع نعم لا كل واحد هيختار توبك واحد كل واحد بنفسه